جراند الحياة الواقعية عندنا من جديد أعزائي المتابعين، ساعة كاملة ثانية من جراند. ليش يا أحمد ساعة؟ لأن آخر مقطع نزلت لكم ساعة وما قصرتوا معنا بالدعم، لايكات، تفاعل، كومنتات، فبشر والله من عيوني أنا تحت أمركم يا جماعة. المهم المقطع يا جماعة اليوم في أشياء صارت، الأشياء هذه بتسوي لنا أحداث مستقبلا، وبدايتها حاب أقول لكم إن بكرة الساعة 8:30، بكرة 8:30 اللي هو يصادف يوم الاثنين، راح تكون فيه محاكمة لم يشهد مثلها في تاريخ جراند أبدا. المحاكمة هذه ليش؟ تعرفون في نهاية المقطع في أحداث صارت مرة كثير، حاولت أحط المضحكة واللي فيها عرق عشان أرضي جميع الأطراف. والمقطع مدة ساعة، يعني اعتبره زي المسلسل أو الفيلم، جيب مسلياتك وتجهز وتأكد أنك مسوي اللايك والاشتراك. أعيد وأكرر، الساعة 8:30 بكرة راح يكون في بث محاكمة CIA ضد الشرطة على مقتل شخص. مين الشخص هذا وش صار في النهايه؟ تشوفون اشخاص زي ابو فايز سعد استعنت فيهم في نهايه المقطع، كله بتشوفونه اليوم. والظاهر يا جماعه احنا بدينا نرجع للتاريخ شوي. اسال الله يسعدكم على الدعم، ما ودي اطول اكثر من كذا، المقطع طويل. تاكد بس انك مشترك تكفى لما بقى لنا شعر 4 مليون، وكود الدعم 6B فورتنايت. صلوا على نبينا محمد ومشاهده. باخذ لفه، باخذ لفه، قولوا له قولوا له بس بياخذ تيست فيها. يا عمري ارفع شوي، ارفع شوي يا عمري، يا عمري ممتاز ممتاز. من ينطط مي كمان زينا في طنو طوي ممتاز. منه منه توجه لي الوحدة السناد. بسم الله. الو، السلام عليكم ورحمة الله ابو الزيد. وعليكم السلام ورحمة. ابو الزيد الان موقعك وينه؟ بالقسم قاعد. تعالي المستشفى الان، ضروري جدا. يلا ضروري ضروري، في كلام كثير. المستشفى اي مستشفى اللي دائما انسدح فيه. يلا 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 جايك ابو الزيد. هلا هلا ابو الزيد، هلا. قاعد اسخن اليوم، عندي شغل كثير. ودني اول شيء محلاك. ما شاء الله وش التسخين. ودني حلاك. وديك وش الطقم الحين؟ لازم اضبط وجهي واعدل المكياج حقي اشيله. وعندنا علم، العلم سلامه. تركز معايا ابو الزيد. ابو الزيد انا لي 3 شهور جندي. انا لي 4 شهور جندي اول. طيب انا 3 شهور جندي، الجندي طول علي، سويت خدمت اشياء كثيره، ما في شفت اي شكر او تقدير للتعب اللي انا اسويه اليوم. صحيح. يا اما غناك الديب يا اما فقره. اي أيوة والله، يا معهم يا ضدهم. اكيد. انزل كيف بغير شعري انا؟ كيف بعد شعري مبدا؟ ابغى اصغر برطم يا اخي. والله برطمك كبير. تعال تعال خلنا نغربت الملابس. وين؟ اطلع له. والله شفته، حتى انا شفته والله انه مشى، بس مدري مين راح. اقول اني سويح ولا اقول اني اني 0.6 اوه كويس. السلام عليكم يا طويل العمر. السلام عليكم يا طويل العمر. تعبت يدي يا طويل العمر. الله انه يكون مبسوط يحطنا فريق اول. يا ولد الله يخليه لنا. بعطي قصيدة. ايه عطي قصيدة. هو مبسوط ترى مرة الحين. مبسوط. بعطي قصيدة، بدور له قصيدة. الله يمسيك بالخير يا طويل العمر. أهلين وسهلين. هلا والله. يلا استريحوا. كيف حالك؟ طول الله بعمرك. يا طويل العمر. الله يحييك. كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. وما شاء الله تبارك الله، وجهك اليوم منور. منور يا طويل العمر. نعم. يا تاج راسي، في هذه المناسبة والله اللي جهزت لك قصيدة طال عمرك. يقول الشاعر: شوش على غيري ولا احد درى عنك غير الضرير اللي يحطك دليله، ومن ما يعرفك بهز من ما يثمنك الا الوزير والرجال الوافيه والاصيله. شرواك يا طويل العمر والسامعين. صح الله بدنك الله يطول بعمرك. والله يا طويل العمر حنا ما ودنا نطول عليك، وناس يعني تحت امرك وتحت خدمتك، انا والرجال ابو الزيد، المحقق ابو الزيد، لنا بالخدمه حول 3 شهور. انت شفت كيف يا طويل العمر، ونبغى سلمك الله، ما نبغى الا حقوق بسيطه لنا بحيث احنا نتحمس. انت وصلت. نعم يا طويل العمر، والله اللي كل اللي نطلبه على كثر ما اجتهدنا واشتغلنا لان استحينا نجي نكلمكم، بس شفنا ان الوضع الان زاد عن حده، وفي ناس جدد طلعوا فوقنا. والله نبغى حقنا ومكاننا في في, في, في الشرطه. فانا طالبك انا والرجال ان حنا نرتقي من جندي الى ضابط ملازم. الله يطول في عمرك وسلامتك، تقديرا للمجهودات اللي بذلناها. والله يكتب لي فيه الخير للجميع. نقول اعتبر طلبك تم. الله يبيض وجهك يا طويل العمر. والله العظيم يا طويل العمر اني اثول في السماء. والله انا طالبك.
الله يعزك. ممكن نخصم. لا 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 ممكن نخصم. خصم الان. لا لا طيب بس تقول عندكم كم عدد ساعات خدمتكم في الميدان؟ انا خدمتي 3 شهور. 4 شهور ونص. ما شاء الله. نعم. ثواني بس خلينا نشيك على سجلاتكم. اي خذ راحتك، انا سجلي نظيف والله يا طويل العمر، وانا اقولها وانا صادق يا طويل العمر ان اني لاني راعي رشوات. ترى خوي اذا راعي رشوات انا ماني راعي رشوات. الدنيا مو كذا، الله يطول بعمرك. اي مالك، عطني رقمك. ايوه ممتاز. اي انت كذا فهمني. ممتاز، هذه الدنيا الله يجزاك. خلينا نعطيك الرقم. تفضل الرقم. ايوه سويه الان. شوف شوف نظر الصرافه، نظرها الان. احنا بسم الله، هذه كبدايه. ما شاء الله تبارك الله. تبون اعطيكم موتري؟ اعطيكم موتري ثاني. والله تستاهلونه والله العظيم. اذا ما كنت عسكري يعني جيد. انا سيده ولا عمري خذيت شيك على السجل البنكي حقي. ما عليك يا طويل العمر. انا والله فضل فيك. انا سجل، لا انا سجلي البنكي نظيف يا طويل العمر. قل حتى انا، حتى خويي، حتى هو سجله نظيف كله. مين اليمين يا ابو زيد؟ تكلم. ابو زيد الزيد. طيب وجهت بعطيكم الان الخطاب. ارسلت نسخه لنائب الوزير في مكتبه الان. جميل دوركم. جميل. نسخه من الخطابه خلوه معكم، تاكدوا منها بالضبط النسخه، وايضا في الكود اللي تحت والشفره ضروريه. الخطاب هذا لازم يتناسخ مع الخطاب اللي عنده، اي تغيير في حرف او في الكود مباشره راح يتم الغاء الخطاب هذا. الله يطول بعمرك يا طويل العمر. الان باخذ له. يقول يتم توجيه ابو زيد الزيد وسويح القحطاني الى مكتب نائب الوزير والنظر في امرهم، وايضا تنفيذ المتطلبات اللازمه فيما يخص بروتوكولات وزاره الداخليه. يعني اتوقع انه بيقول يا ويلي يمه يمه شوف وجهه. ايوه في جندي تو يدق لنا تحيه. منو منو منو؟ في جندي تحت يدق لنا تحيه. وين وين وين؟ اسمع 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 ابيك اسمع 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 ابيك تجي تقول لحضرة الملازم ودق لي تحيه بشوف بيدق ولا لا. ها تعالوا دق تحيه لي. وقف قدام، هاك وقف قدام. استرح استرح استرح. انظر عمرك. ضربني من ربع يد اقسم بالله. نروح نخلي تحت دقنا تحيه مره ثانيه. يلا يلا خليه طول زين، خلينا نخليه يمتد. اخي احس اني كلب يا اخي، احس اني كلب. يا ابوي الرتب العالي يسوون كذا. والله يسوون كذا هم كلهم. يلا فقينا ثاني بالله. نظام كذا هم عندهم ما يسمعني يعني، لو نسب ما يدري عنا. يا الهطف دق تحيه يا طيف. صادق صادق مشينا مشينا. امتد يا جندي امتد. خليك مقارك انتو يا ثابت. السناب يا ثابت. من انت عشان تمدد؟ استرح يا الجندي. كم طال عمرك؟ مرحبا يا طويل العمر. من انت؟ معاك الملازم سويح. طيب واذا ملازم؟ اي معاك الملازم. انت قلت مين انت؟ انا جاوبت مين انا. وراك تمدد. مددت اختبار البروتوكولات للدوله، هل هو يعرفها ولا هل في غلط؟ في عندك مشكله؟ ما في بروتوكول اسمه امتد. هلا في نتاكد انه هل هو يعرف البروتوكولات الدوليه الخاصه بال. طب اجل امتد يلا. ابشر ان شاء الله. يلا تبعد يا ابو زيد تضحك معه. انا ما قلت شيء يا عمر، ما قلت شيء. الله يسعدك. الله يسعدك. خلاص انصرف يا خالد. ابشر 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 يا طويل العمر. طويل العمر صح صح انت نايم؟ طويل العمر يبيلها جوال ندق عليه. والله ناخذ سفري زياد، ناخذ ابو زيد ناخذ سفري معنا. يا اخي تكفى. اسمع اسمع والله عندي خطه، والله عندي خطه، والله عندي خطه. لا تكلم لا 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 يمكن في حاجه يجي. تكفى تكفى. اركب سير اركب سير. اسمع مني اسمع مني اسمع مني. كيف اركب كيف اركب؟ توترت ورب العزه. عمالي دخل فيك. كيف اركب؟ هي مترقى زي الناس. طيب اركب 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 بسرعه. اركب انا اوريك. مين بتروح؟ ما عليك. زهني يا زيد زياد، زهني زياد زهني. اسمع يا اما نعيش اغنياء يا اما نعيش فقراء. الخطه كالاتي، ركز معي يا ابو زيد. اسمع لا انا ايش بس اسمعني. ركز معي ركز معي. بناخذه فوق. ها طبعا زياء ابو زيد هذا كله تصوير سينمائي، فهمت؟ نعم تصوير نعم. سينمائي. بناخذه فوق، بنضربه على راسه، ثم بنزبنه بالكهف،
ثم بنروح محل ملابس نلبس نفس لبسه، انا اخذ كل شيء، ثم تجيني المكتب وانا الوزير ورقيك. خلاص خليني اركز في الهبوط، خليني اركز صوت. نزله 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 نزله. انت نزل، انا مالي دخل. الى الى الحاله الان. هي الرجال مجمع التوجه الى الحاله. لا ما ضغطته الله. هذا احنا، هذا احنا اللي فوق. الوزير ضغطها يحسب انه مخطوف. لا مو مخطوف يا الوزير، الله يطول بعمرك. لا اركب اركب. ايه طول عمر طول عمر، ما دريت ايش صار. صار قبل شوي وانت كنت فوق في السطح. ايوه فيك فكره بشي. طيب ايه كلبشه، الله يصلح هذاك ابو فواز. وقف كلبشه كمنجه. اصبر كلبشه كمنجه. ايه وخر. لا لا مو بنجه. لا لا ما عليك، الامور طيبه. الله يطول بعمرك. انا بغيت اغص في اللقمه اللي ببالي. لا 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 تفضل تفضل. سوق سوق يطول العمر. سوق انا سوق سوق سوق. بس فكرك نفس لهن مفكوك. مفكوك مفكوكه. الله الله يطول بعمرك. شفناك فوق فهمت، وقلنا سلامتك. السطوح مكشوفه يا طويل العمر، والبنايات اللي فوق جانا بلاغ قبل نص ساعه ان ان في ان ان في سنايبر، كان في سنايبر. دقيقه بس هم يحسبوني مخطوف. لا 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 سلامات ما شاء الله عليهم سريعينهم. لا وين سلامات يا ويلي يا عيال. لا 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 تخاف. من بي 1 الى عموم الاحداث برضو بلاغ اسوس. يا ويلي يا عيال يا ويلي يا عيال، ايش كنا بنسوي؟ يلعن ام القوه اللي فيهم. سووا هليكوبتر جتنا يا عيال. يا ويلي يا عيال، خطف الوزير مو بسهل مو بسهل، اقسم بالله انه مو بسهل. يمه يلعرق يمه يلعرق. سووا بلاغ على طول. يمه 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 يمه، اقسم بالله انه يمه. شوفوا الخريطه شوفوا الخريطه يا عيال، شوفوا الخريطه شوفوا الخريطه كلها. ايش عشان بس خذناها معنا بالطياره. يا ويلي يوم اقسم بجلال اني قمت حرفين. انا اقول لك يا طويل العمر، انت كنت فوق السطح فهمت؟ نعم. وانت الظاهر انك كنت نعسان شوي زي انك نعست، وانت فوق السطح واشوف وميض السنايبر فوق في البيت. نعم. وقلت والله العظيم امس كيف وزيت له ودخل في الطيارة ونبعد خفنا على سلامتك. سم سم يا طويل العمر سم. خفتانك والله اني خفتانك. لا 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 امور طيب. ما في لك الخير ان شاء الله. اظن ما اظن هيعطي هيعطي. تحتاج اكل؟ ما في اكل. بيعطي خذ مني. تبي اكل يا طويل العمر؟ بس باخذ منه رجال. خذ خذ مني. يلا بصير وزير يا عيال، بصير وزير. يخافون علي كذا. طيب خلال دقائق. نائب الوزير. نائب الوزير جاء؟ طال عمره. طول عمرك. الله يمسك بالخير يا طويل العمر. انا ندخل يا طويل. اسمح لنا ندخل. تفضل. الله يمسك بالخير، كيف حالك؟ بالنور يا هلا. ودنا نكلمك على انفرادي اذا سمحت. يا طويل العمر. ايه. طويل العمر الخطاب. ايه موجود موجود. طيب اول شيء حاب اني ابارك لك، الله يطول بعمرك على منصبك وتستاهل. وانا والله من يوم ما كنت في الصحافه وانا ادري انك رجال طموح ودائما تروح للمناصب العليا. هذا خطاب سلمك الله رميته لك. هذا مقدم من الوزير شخصيا، طلبني اني اوصله لك الله يطول عمرك بخصوص موضوع الترقيه. قدمنا طلب لنا الان بالخدمه حدود الاربع شهور، والله احنا ما ندور ورا الدنيا كثير، لكن قلنا نبغى يعني. اوه ابو زيد سويح. نعم ثاني. نعم. قاري ملفكم انا. الله يطول بعمرك. الله يطول بعمرك. انت وجيه ضباط انتم. اوه ما شاء الله. حتى ما بدنا نقول كلمه. طول عمر والله اني ما ادري شلون اطالبك. طول عمرك تجازيني على الحركه اللي سويتها. تكفى. شو والله اني قاعد قدها. كيف قاعد اطيح يا طويل العمر؟ والله العظيم انه في سحر اسود يا طويل العمر. والله انك متقدها وجاي بعد الخطاب. يا طويل العمر اقسم بالله انه في واحد ماسك علي. دقيقة دقيقة يا رخامة. دقيقة دقيقة وعيال. والله انهم يطقطقون. نواف نواف وسعد ابو والله يطقطقون علي. انا ماني قاعد انزف، انا ماني قاعد انزف، ماني قاعد انزف. راح المستشفى. راح ماني قاعد انزف. كل طيب كل كل تعال. عندنا تقرير برفعكم الى ضباط صح؟ نعم. طال عمرك. تحيتك انت ولا تتكلم. انت قلت لي استريح الله يطول بعمرك. ما قلت لك. طيب سويح القحطاني يونت 505 ابو الزيد يونت 46 راح تمرون على تدريبات صارمه. في حاله ثبتوا الجداره استريحوا. في حاله ثبتوا الجداره راح تاخذون درتها اللي موجوده في التقرير. ممتاز ممتاز. من الحين اقول لك من قوه التدريبات ممكن تتوفر. انا جاهز. انا جاهز. ما راح تحمل اي مسؤوليه. انا فداء الوطن الله يطول بعمرك. نعم صحيح نفس كلامك.
راح تشمل بعض تدريبات القوات الخاصة. جاهز. جاهزين. انتظروني هنا. أبشر والله إني كذاب كبير. طيب أبغى أروح الآن. معك شفت إني كذاب مرة. عندك شيلة دواسر. هو دواسري. إيه رئيس شرطة دواسري. الحين نزل له واحدة. بسرعة بسرعة. أول ما يدخل أول ما يدخل استقبله. دقيقة دقيقة. طلع جوارك عشان كلنا. ارحب يا طويل العمر ارحب يا طويل العمر والله انك ترحب والله اعطاك امر ابشر ابشر بالترقيه الله يطول بعمرك اني خابر انك ذيبان في لحيتك والله يا والله انا خابري عشان لا تفشلون ما عليك انجح بالتدريبات هذه مع نشوفه والله تبغى نصك انا ما نجحت فيها كن معكم سريع يعني الله تعرفون الحنكه الحنكه وصلت خير انت خابرني يا طويل العمر من ايام الصحافه خابرني انا عندي خبر ايوه تعرف خبري بيش انت صح يطول بعمرك تجيب طاري الموضوع لا لا مره طيبه انت رجال انشروات بالسلامه ايه لا يلا نمشي الموكب ها باذن الله الان بنبدا انا جاهز تموتون فيها فداء للوطن فداء للوطن الله يطول بعمرك الله يستر يا عيال الله يستر بسم الله اليوم ثبت السرعه على 140 عند خروج المدينه فقط يسأل كم نسبه وثوقك فيني بنجح في الاختبار صفر اسالك بالله والله انه صعب مره انا بقول لك يا طويل العمر كلمه وانا باذن الله اني قدها ان كان الاختبار يعتمد على الذكاء والحنكة في اني بفوز فيه اما ان كان اختبار تعجيزي لا والله اني ماني بخاطر انزل يا سويح يا اخي موسيقى تعالي يا عيال هي لا هي اسمعني ابو زيد اسمعني هم احنا اليوم بنكسر جميع التوقعات نلعب بالذكاء نلعب بالحنكة اذا الطريق قدام ما بنمشي قدام المهم صحيح. نوصل لهدفنا الاخير شوف شوف ايش سووا المسفين شوف ايش معاه شوف ايش معاه المسف ايش معاه جاهز يا سويح جاهز يا ابو زيد تنفور لسلاحك فلسلاحك اصلا يلعش اكلك ايش فيك وترتني يا اخي كل اكل كل اكل ما اكل الله يوترك يا زياد ما انا ما توتير ما شاء الله ما شاء الله الواحد ياخذ التاه يروح المرافقه ويزبر التاه ما شاء الله لا اله الا الله يوجهكم الان بشكل عشوائي جميل ها اسلحه ثقيله ناس منهم دياقل ناس منهم بستلم كي 2 يواجهكم كلاب واجهكم نمور واجهكم قاطعين طرق دبابات طبعا بعطيكم صور دبابات ما في الا التيزره فقط تيزره طقه نزل دبابات بس التيزره ممنوع الطقه ايضا ممنوع تطرحه ممنوع تطلق عليه فقط التيزره تيزره تمشي على طول يعني هدفي الوحيد اني اوصل المنطقه اللي فوق مهما حدث الوحيد. اوصل المنطقه اللي فوق بطريقتي بخبرتي طريقتك خاصة خبرتك وذكائك بيقول روح من هنا زي ما كنت اقول انا اول ودحت درب وطحت على وجه لا تحاول لا يا طول عمر ما عليك فاهمين عندك الجهة الأمامية فقط لا تروح من الجهة الخلفية وغير الجهة الأمامية فقط تمام توصل لين فيها فوق طيب بعد واحد اثنين ثلاثة عندكم من الآن ساعة الوصول فوق نص ساعة سوح. تحسب لكم من الآن واحد ثلاثة يعني ابو زيد تذكروا ما راح يكون في اي تساهل تذكروا ترقيتكم من ذا الاختبار عدم الاختيار في الاختبار يطلق 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 زياد زياد واحد فوق الجبل شوفه يا ويلي يا امي يطلق علي يطلق علي الله يلعن شكله والان زياد زياد هدي زياد ابعد مني تحضر تحضر قوم يا زق كلب 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 يا زياد كلب الله يلعن ذا الجبل الله يلعن ذا الجبل الله لا يوفق ذا الجبل مسوي نفس رزية مسوي نفس رزية رحالين اي رحالين رحالين ايش معك حقت رحلة اصبر اصبر ما اعرف اصبر تكفى تكفى دور 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 فوق صوت زياد الحق الحق زياد الحق 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 زياد الحق الحق زي 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 نزل سلاحك لا 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 سحب لا يا ابن الذين تكفى تعال رجع يا ابن الذين رجع الله رب اطلق عليه اطلق عليه اطلق عليه اطلق عليه امشي 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 لعن ام القهر كانت خطتنا الوحيده اصبروا شدحتنا
سحر اسود سحر اسود سحر اسود ثواني بس سحر اسود سحر اسود ثواني بس ثواني بس سحر اسود معليش سحر اسود بس ثواني اوكي ضبط خلاص سحر اسود سحر اسود سحر اسود سحر اسود يلا انا ابوك سحر اسود سحر اسود سحر اسود سحر اسود سحر اسود اصبر اصبر سحر اسود ثواني 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 سحر اسود عندنا ثواني سحر اسود يلعن ام الكلب ما يموت الكلب ما يموت ابعد عني ابعد عني يخرب اصبر سحر اسود سحر اسود ثواني لا 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 ثواني سحر اسود سحر اسود يلعن ابوك كلب يلعن ابوك كلب ما يموت الكلب ما يموت انك في الموجه تسمع التوجيهات كان عرفت تسوي لك ساعة مو في الموجة ما قلت إن أجلس في الموجة كل شيء يتم تقييمه كل شيء حتى توجيهاتك في الراديو ودع عنديهم مستشفى أنا عندي طلب أخير وبعدها ما أبغى ولا شيء إيش الطلب هذا نيابة عني وعن خويي شفت الاثنين اللي فوق طيب نبغى نكون مكانهم وهم تحت وإذا مروا ننفصل من العسكرية أنا وزميلي طيب خلاص بحط اثنين من القوات الخاصة اللي ينجحوا في التدريب فوق تبي تكون انت فوق وناس تحت صح؟ ايوه خلاص راح اجيب لك اثنين الان من القوات الخاصه أيوة. يطلعون نفس المكان ايه في حال انكم اسقطتوهم راح تعدون للتدريب وتروحون التدريب الثاني في حال انكم اسقطتوهم تم راح تترقون تطلعون على نفس خطتكم تم تم خلاص الحين راح استدعيهم ويجون زرو لا متاكد انهم زرو تحت في واحد قاعد دمجه اللي تحت قاعد دمجه راح له والباقي الثاني يا شباب كيك سلاح مكسور سلاح وقفوا 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 يا جماعة موقفين ممتاز انتو في شيخ ثبتوا راح تنجحون مباشرة وتعدون الاختبار اللي بعده ممتاز ممتاز مجهزين الاختبار اللي بعده اذا كان نفس اللي قبل لا والله لانك شايف قدام عينك ان الاختبار تعجيزي ومستحيل احد يسويه لا 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 تكون نفس مكانك ما راح تتحرك جاهزين وعلى فكره ازيدك من الشعر بيت ترى احنا طلعنا فوق وكانت في كلاب تلحقنا ودباب يلحقنا هذول ما وصلوا نص الطريق وهم قوات خاصه هم قوات ناجحين اسكت خلاص ادري اسكت اي ركز فيها طيب وعزك يا ابوي وزيد علي الحرام اللي تشوي علي الحرام اللي تشوي افا افا هو ذي طول العمر انا قلت وراك سالفه يا طويل قصدي الله يطول بعمرك الله يطول بعمرك ما قصرت والله انا دمي ربع الله يسعد كلها منك انا مصاب ومسعاف اسعاف يلا تكفون مسعف جايين مسعف تكفى مسعف بسرعه بسرعه نابر وزير تلعب فينا تكفى بسرعه قاعد اي دقيقه بشغل جوالي ثواني عديت الاختبار الاول عاد في ثاني 76 76 ايوه خلاص جاهز انا جاهز جاهز في هليكوبتر راح تكون وحده اسعافيه من عندنا والهليكوبتر الثاني راح تكون انتم وانا راح اكون الهليكوبتر الثالثه راح تلحقون الى اماكن طيب راح نكون على خفيف من الناس انا مانيكم راح نبدا عندك يا واحد منكم من اللي بيكون الاول انت ولا سويح يا ابو زيد تبي سويح ولا اروح انا بس اقول يلا خل سويح يلا يا سوي الله يستر يا عيال يا اخي اقسم بالله اني بجيب العيد يا اخي ما عليك كذا اختيك كذا اختيك سوي طيب اسمع انا ما اقدر اتكلم واسوق ما اقدر اتكلم واسوق ما اقدر اتكلم واسوق من الحين اقول لكم ها يا الله ممتاز ممتاز اكسلنت اكسلنت تكفى كثرني من الكلام هذا تكفى ارتفع ارتفع ممتاز 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 ما صنع وحده مساندر وحده مساندر اسعافيه وين هو اي واحد اي واحد ترى ما ادري تعال معي يا سويح يلا معك ممتاز 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 صمي ممتاز كثروني 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 ابغى اركز بس شوفني
سويح ايوه يا عمري يا سويح يا عمري يا سويح يا عمري اعطن يا ساطن يا سويح الافضل يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري هد 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 يجيك شيء ما صرنا ما صرنا لو درت يا وقتك شيء ما علي انا افضل افضل هات هات يا طويل ممتاز منا توجه لي الوحدة السناد اليوم عندنا أمر وزاري وزير الداخلية ينص على الاثنين ذولي عندهم دور الضباط وهذا الشيء ترتب ان في مهمة تحتاجكم فيها واللي القبض على عصابة كاملة راح تمشون تحت توجيهات بفواز وسويح وبوزيد للقبض على العصابة وراح يكون فوقهم إدارة الشرطة كاملة لمراقبة الموضوع بمعنى اذا جاك توجيه من سويح او بوزيد ابو فواز راح تنفذه مباشرة راح يكون في تخطيط كامل مع الاعضاء وتوزيعهم بشكل كامل اثبات النفس في الميدان اثبات جدار القيادة الميدانية ايضا القبض على العصابة طيب عندكم سويح وبوزيد كمان جه اعتبروهم تعرفون لما يجي سوس من الوزير كيف الوحدات كلها تتوجه تصير اهم حاله هذا اللي راح يصير هذول الاشخاص دي الحاله اللي راح تصير الان راح تسوون نفس الشيء تمام يلا نصرفوا الان شوفوا لكم العصابه اللي تطبون عليها تعال ابو قمنجه تعال ابو زيد اسهلوا الموضوع اسمعوني ركزوا معي الخط الداخل الخط في الكراج طيب الان عندنا تقريبا حدود يمكن فوق 15 عسكري تمام هو قال لنا يبغى ناس تبيع فقط فبسم الله الرحمن الرحيم انا الان عندي شوبينج ابن الذين بقى نقيلكم شيء طيب عندنا واحد اسمه كفته ابو الكفاني ملني رقمه يا ابو زيد الان ملني رقمه 6 7 صبر بنقول له ركز معي انت الان في مهمه تبع الدوله واختاروك انت بالذات نبغاك تتكلم الرقم هذا حدد معاه مكان بتشتري منه سلاح انت سواك تاكسي فهمت اي نعم واذا فضح فينا ما مجنون انت كيف فضح فينا يمكن يعلمها شيء اذا تقابل معه هو الوقت اللي يجيب فيه الشخص هذاك بنسق مع الوحدات كلهم يدهمون المكان السلام عليكم استاذ عبد الله هلا انت راعي تاكسي صح ايه يا غالي كيف حالك ان شاء الله طيب والله بخير طيب ابغاك بس توصلني الله ليهينك اذا موجود الان انت انا في قسم الشرطه اوكي اوكي يلا انتظرك طقم سويح طقم سويح زينا ابغى يلا 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 ها يلا طقم يلا بصمنا بسرعه ها يلا بسم الله توكلنا على الله يلا مهرجين يلا مشينا انا راتبي قليل كم تقريبا على حسب المشوار يعني يوصل كم 50 طيب ايش رايك تاخذ حق 10 مشاوير بخمس دقائق اوكي هذه تسمى شهاده شرف ووسام رجوله لمساعده الحكومه انت الان قاعد تساعد الحكومه اي والله تشرفت والله الله يشرفك اسمعني الان ابغى منك شيء واحد ابغى اعطيك سلمك الله 500,000 اذا تمت المهمه بنجاح هذه من الحكومه من نفس الحكومه هدا تمام اللي ابغاه منك كلاتي اول شيء تطلع من الراديو حقك انت الان بمهمه سريه اذا سويت شيء عكس اللي بنقوله لك بنلبس فيك تهمه يمكن تتعب بعدها باشياء كثير لانك الان انت قاعد تخالف وريني اثباتك عبد الله الشهري ممتاز عبد الله الشهري ما شاء الله ممتاز طيب اسمع يا شهري ركز معي الان في عندنا مهمه سلمك الله نبغى نمسك احد الاشخاص المتاجرين بالاسلحه عندك خيارين الخيار الاول انك تحصل على 1,000,000 ريال الخيار الثاني انك تحصل على 500,000 ايش تبغى مليون طبعا طيب مليون تعرف واحد يبيع اسلحه لا والله ما تعرف احد يبيع اسلحه اجل بتروح للخيار الثاني 500,000 العرض الثاني طيب ابى اعطيك رقم الان تتصل عليه قدامي بتحدد معاه مكان تبغى تشتري منه اسلحه لك وثلاثه من اخوياك اللي هم احنا فهمت اذا رحنا قابلنا الرجال بتنزل انت تتكلم معاه ثم راح ننزل احنا من المواتر بنمسكه وبنحقق معه فهمت؟ ترى الآن في تقريباً 8 سيارات جالسة تراقبنا وتتبعنا يعني إذا زليت وحاولت أنك تغدر فينا راح تلاحظ أنك أنت واللي تكلمتم محاصرين فأنا أنصحك كواحد يتمنى لك الخير أنك تكون معانا
معنا اسلحه ثقيله عشان تتاكد بس ان احنا ما احنا قاعدين ننجح. لا خلاص خلاص يعني تاكدت. يا سلام عليك. يلا اركبوا نزل اسلحتكم. طيب سد طلع جوالك وسجل الرقم اللي بعطيك اياه الان. يلا قفلت. يرسل لي الموقف الواتساب. ممتاز جدا كل اللي سويته ممتاز. الان اسمعني اسمعوني يا عيال اسمعوني اسمعوني. سالفه الطعم هذه الان ايش بنسوي ما دام معك حار يا زياد؟ بنخليه هو ينزل تمام. هو بيكون بموت راح احنا نراقبه من بعيد افضل شيء. ادري بندخله معانا الموجه. اي لازم انا قلت لك عشان كذا نروح موجه. لازم نحط موجه الحين. طيب اوكي موجتنا 4 ضد 3 بسوي واحده. يلا سجل دخول بنعطيك رقم موجه الان 4 ضد 3 4 ضد 3. نعم اوكي. هل قلت لان معك 4 في المركب ولا قلت لانك لحالك؟ قلت انا لحالي ما يعرف. طيب سلام عليك. شوف اللي بيصير كالاتي. انت بتروح له بتقابله بالمكان وبتكون معنا على الراديو. تاكد انه هو نفس الشخص واذا قال للبيعه دق عليك صح؟ يدق علي. طيب اقرب مني ورد عليه. انت بتكون موجود فيه؟ اوكي بس اسمع بدون غدر ما نبغى غدر. لا قلت له؟ خمس دقائق بس اللي طيب الموقع. حلو خلينا نروح نصلح الموتر. انت طيب. خليك هنا اوكي؟ خليك بالموجه معنا 4 ضد 3. يا احمد ارسل. حددنا الان الشخص وعطانا اللوكيشن حقه. راح نذهب الان ونسوي مسح حراري على المنطقه. يمكن نحتاج وحده دعم باي لحظه. خليك قريب تمام؟ قاعدين نبدل هنا اقسم بالله المكان شبه ما ظل هنغلي الصمت. نفس سلاحك انت. يلا ابو زيد سبقنا. نبغى ابعدوا خاف انهم يراقبون المكان يشوفون شاحنه وراها. ابعدوا شوي. شخص فوق المبنى او عفوا شخصين فوق المبنى. مكانهم مكان انت بيمينك. ارجع لا تتقدم. عددهم 5 اشخاص. في شخصين فوق المبنى وثلاث اشخاص تحت. طيب ابو زيد داور لازم هضام. ابو زيد استلمت بس احتاج الان تجيني وابغى امسك الحراري شوي. تعال تنفر متوجه له. نحتاج نداهم مداهم نقفل عليهم المواقع من كل الاتجاهات. نحتاج كل الوحدات جميعا تجي نحتاج نقفل عليهم من كل الجهات ما يروحون. نازم كل الوحدات تزيد. لا 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 اسمه بلان اسمه بلان. نبغى نرجع الموجة يا جماعة ونحولهم على الموجة هذه. ايش رايكم؟ نروح بس ما معنا خوينا مو معنا خوينا مو بمعنا يا عيال. كذا بنطول بيشكون بيحركون من الموقع. لازم نخلص امورنا كلها. طيب يلا 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 دقيقه لازم نحدد كل شيء. طيب الان ركزوا معي. حطيت لك. طيب لبست. اسمعين امسي وضح مرر. احتاج جميع الوحدات الشاغره تتوجه الى جنوب ورا الحارات الصفراء. احنا طالعين لكم بالجي بي اس تقدرون تشوفونا. شوفون اللي عليك. هم على يمين كانوا صح؟ أيوة. امشي مو بلا. عددهم 3 29 وفي شارة. الجميع يطفي صفاتي. لا حد يجيب صفاتية. خلوا الوضع هادي. في سيارة من سيارة. هل عموم يا خوي دق عليه. العمليات العموم الحدات تتوجه. دق عليه قل انا موتري مرسيدس. اي قل انا موتري مرسيدس و اخاف ادخل تغدر فيني. قل له بالله لا تغدر فيني فهمت؟ ما اطل معاه. يلا موقع جنوب الوس طاهر في الخريطة يونت 505 كذا. يا غالي سجلت. السلام عليكم يا الغالي. انا باجي بس اسمع. شاهد 40 مرقات علي اذن بس لا ما في لي ما في اي شيء. ما احنا سيارتنا مرسيدس بس اسمع الغالي بدون غد ما يعني خليها يعني الشغلة يعني تمشي بسرعة. ما نبغى لا غدر ولا حاجة. جميع الوحدات مو خوف يعني يوجد 4 اشخاص. انا ما في المروحية بعد المنطقة. المروحية تبعد. المروحية تبعد الآن يا نكبة. ترى قفل فجي ترى الجول. عموم الوحدات الجول. طيب عموم الوحدات توجه. المجرم بيهرب الآن. شك بالموضوع من الهليكوبتر. ما تبقون كابتن من مال. امشي بنعد الوقت. روح له. احنا بندخل عليهم الآن. خليكم جاهزين على اننا بنشتري. خليكم جاهزين. انزل لهم لحالك خوي. طول معهم بالكلام. تعال دخلت عليهم يبغون عشان توجه الوحدات. خلنا عليهم تعالوا تفرح.
انزل 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 انزل. ممتاز صاحب تورس ان شاء الله بتوجههم بالحالة كرجع. جميع الوحدات تتجهز. يا صاحب التورس ارجع. غالي 23 ريان. مساكم الله بالخير يا جماعة. ارسل ارسل. ما تسمع البلاغ يا اخوان تسمعونا؟ يلا الجميع يرفع يده. الجميع يرفع يده. الجميع يرفع يده. الجميع يرفع يده. الوحدات دخلوا المنطقة. داهمنا يا جماعة داهمنا. العموم الوحدات توجه سريع الان. عندك عندك لا حد يتحرك. مشتوا المنطقة من فوق. مشتوا المنطقة من فوق. المروحية خليك فوق. في واحد ترى كانوا عددهم ثلاثة. عددهم ثلاثة. دخلوا داخل. دخلوا داخل. لا تتحرك. ثقيلة. لا تتحرك. لا تتحرك. ثقيلة. لا تقاوم. لا تقاوم. لا تقاوم. يوجد أشخاص بالداخل. ما في حل لازم بالفوز. هل بدلك؟ عددهم تقريبا أربعة يا جماعة. عيد أكرر. عددهم أربعة. طيب يا جماعة أسقطوا أحد منهم. أسقطوا أحد منهم. الجميع لحد يداهم. لحد يداهم. لحد يداهم. الجميع يجمع. الجميع يجمع عندنا. حللنا الاذن بالهبوط. احداث روحية. هل في احد مسقط منهم يا جماعة؟ هل في احد مسقط منهم؟ تنتو تنتو ما حد اسقط. الجميع يجمع. سلموا نفسكم يا جماعة. سلموا نفسكم. سويح. سويح. اسمعك اسمعك. حول حول. كم تم استخدام السلاح ثقيل؟ معهم اسلحة ثقيلة. ما صنع تكين. اسقطوا يا جماعه ولا باقي؟ اسقطوا ولا باقي؟ اسقطنا اثنين. اثنين فقط. باقي فينا داخل. ممكن فينا داخل. صحيح صحيح. يا في شخص واحد داخل. في شخص واحد داخل. ابداهم ابداهم. امشي ابو زيد. امشي ابو زيد. هاك العموم يسخر الخوذ راح تفايت. ابداهم يا جماعه. خلفي خلفي الشخص خلفي. سمعوا يا جماعه انا داخل عندهم. العموم يسخر الخوذ. انا بمشط لك اليسار وخش اليمين. هو هنا هو هنا قدام ورا ورا. طب تمامي ما تروح تجيبه. هولد هولد. اسكت 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 اسكت. عندنا اثنين اسقطوا. والله طلعوا كثار مره يا جماعه. ابو زيد اسقط. اسحبهم اسحبهم جميع المجرمين. اسحبهم يا جماعه. يا اخوان كم شخص اسقط الى الان؟ عندنا اثنين داخل المبنى. خارج كم واحد؟ اربعه طول العمر مجمل. شخص فوق السطح. من هذا يا جماعه؟ تاكد منه اذا كان عسكري. يبادلني الطلق. اعيد واكرر. في شخص فوق السطح. تنفر اطلق عليه. تنفر اطلق عليه. شخص فوق السطح. عيد واكرر. خلف المبنى بالضبط. انا رقيلة انا رقيلة الان. رقيلة من ورا. شخص حبس خوذه. الشخص ما اشوفه امامي يا جماعة. وينه؟ تفر تفر. قاعد يهرب من الخلف. سام الحراري. اوه هذا خوينا. جينا 63 باك سيرفس. قادر ابن باك سيرفس. اسقط الشخص. اسقط 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 اسقط. شيله شيله شيله. بيض الله وجهك. شيله. ابو 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 زيد اسقط. اتوقع ان احنا بيضناها يا ابو كمنجه. والله تنقيه. والله تنقيه. والله لحظه لحظه عدد. ايوه هذا هو جا. هذا هو جا. جو جو جو. واحد الابيض مين يا جماعه؟ الابيض مين؟ عددهم سته. ممتازين كذا. واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة. طيب عدد المجرمين ستة أشخاص. جميعهم أسقطوا. راح ناخذهم الآن إلى المستشفى ثم نوديهم إلى المركز. أبو 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 زيد أسقط. أتوقع إن إحنا بيضناها يا أبو كمنجة. والله تنقيه. والله تنقيه. والله والله تنقيه. ستة ستة أبو كمنجة. ستة ستة أبو كمنجة. أربع أربع الراديو. والله أسوي. والله أسوي. ثواني ثواني. الى جميع الوحدات بيض الله وجيهكم والله لا يهينكم. استريحوا. انتوا جدارتكم ممتاز. بالنسبه لكم انتوا اثنين على اليمين. باقي لكم الطيران. تدرون عند الشيء صح ولا لا؟ نعم. اللي كنا نسويه في المجاري هذا اسهل شيء. اركب معي الطيارة عشان اوريك الاختبار بالكامل عشان تدربون عليه. تعالوا ترجعوا هنا يا سويح. مركزين انتوا بالزين. مركزين مركزين. ترجع من هنا. توزنها بالنص.
وما ترجع تلفها تمشي. بس جيل دفوني 37 تقعد تسمع جاس. خلها من هنا. ياك الله راح تسمع دوري حرف بليت. تمشي. تنزل من هنا. تكمل على سرعة ما تطلع 150 على ذا المكان الفاضي. سرعة ما تطلع 150. كل ما زادت كل ما كان أفضل وزانت لك أسهل القيادة صارت أسهل كل ما زادت سرعتك. تمشي إذا هديت تغرب تأخذها على تدخل بين ثلاثة سور هذول. صنع ما صنع صنع بتكمل بتروح نص المدينة. يا طويل العمر أنت أي شيء في فتحة دخلنا معه؟ هذا الاختبار هذا من غير اختبار القيادة تلحق سيارة في سادة نفق وراه ما فيه تقلب سيارة معاه. يا أخي وش اللي طيران أقسم بالله أنه صعب مرة والله ما بقعد أحط وقتي كله ويمين بالله إلا أخطف نائب الوزير وصفق على راسه ورب الكعبة. لا يسمعونك لا بيكون رفع صوتي. لا بس اسمعني والله لا أخطف أقسم بالله لأنهي شخصيته لحياته. اسمعني الحل طيران ذا هذا مشكلة. لا طيران مستحيل. انا يا اخي في ملازمين ما يعرفون طيران. في ملازمين ما يعرفون طيران ولا قد ركبوا طياره. هد يا طيب اسمع اركب ما ودك تتدرب اركب اسمع خليك تتدرب اركب تدرب اركب او ماي جاد صعب. هذا اللي تبغانا منه الريوس وندخل ها؟ يلا ما راح تفتح طيب شو تسوي؟ قاعد اخذ راحتي ما في وقت ترى ما حطيت في وقت. شفت 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 ها لا تخليني اتكلم لا تخليني اتكلم. طيب انتبه 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 شوف شوف الثاني وينه؟ ما سمعتك شو قلت؟ أقول لا أنت تستاهل الرتبة ولا تستاهل النجمة ولا تستاهل شيء. ما منك فايدة. يلا يا ركب. عيال تعود من إبليس ولا لا؟ يلا يلا يا سويح يلا يلا عسى نلقى منك فايدة إن شاء الله. يا عيال كيف أنهي شخصية يلا واحد؟ يلا بارك الله فيك يلا 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 يا سويح عسى نلقى منك فايدة يلا يا سويح يلا يلا بسم الله يلا. شو قاعد تقول شو والله إني قاعد أمدحك مرجع لكن الحين والله إني غيرت رأيي. وين أبو الزيد؟ طويل العمر بكلمك على جنب تعال بالهليكوبتر تبغى نتكلم؟ يلا لا لا هنا هنا على جنب على جنب سوق انت هنا سوق؟ لا لا على جنب على جنب هنا ولا تبغى ولا تبغى ولا تبغى تسوق انت؟ ولا قصدك اسوق انا؟ يلا سوق يلا اركب اركب يا ابو الزيد. والله كان في نظرة فيك يا سوية توقعت يوم من الايام تصير صدق ضابط بس توقع يعني انا اول ما مسكت الموضوع الدورة كنت مستقعد لك انا قلت انه لسه توا. هل الوزارة تدري عن ماضيك؟ ما حد يدري عن ماضي الحمد لله حتى. طيب شوف ما ابغى اطلع للتفاصيل معنا ابو زيد وابو زيد يعني ما له بوجع الراس ما نبغى نطلع على التلفيق اللي كان يصير اول اللي كنت تحاول من وراه انك ترتفع في المناصب. لا كل شيء كل شيء كل شيء كان بيني وبينك اول يبقى بيني وبينك الا اذا انت تبغى تلف وتدور فيها وانت تعرف انا وش اقصد. يمديني يمديك تنهيني على عيني وراسي وانا يمديني اضرك ليش نضر بعض؟ بس فعلا لو بتصير ملازم لازم تكون رجل. انا رجل انا رجال انت عديم خبره. كيف عديم خبره؟ انت ما اقنعتني. انت كيف تبغى مني امسك جو وانا خبرتي ارض وميدان؟ كيف تمسك؟ لا استقعاد. حدث العاقل بما يعقل. هذا إيه؟ استقعاد ليس إيه؟ منطق. فعلا انا قاعد استقعد لك. ايوه يعني انت قاعد الان تسبب معي عداوه. انا متسلق. انا انسان متسلق واستقعد لك ولا تتكلم ولا كلمه. يا سلام يا سلام. طيب عشان يعني طيب ودي اكلمك بكلمه على انفراد. ابو زيد ما ابغاه يسمع. على ابنك يا ابو زيد. لا تعال عند الشابه يا طويل العمر تعال ابغى اوريك شيء وانا متفائل يعني انك بتفهم اللي انا اقصده. ايه اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم.
ابو زيد ابو زيد راسي ضربت براسي ابو زيد بوليتو بوليتو يلا امشي سوق 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 ما 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 انا بس اصبر بس ركب ركب ورا ركب ورا انزل ركب ورا راسي ما بدي توتر اركب يا زياد يلا سلاح على راسه ما يمدي يسوي اي شيء ما يمدي اصلا يسوي شيء خلاص الان نعم ما حد يدري اصلا يعني اذا حد درى معناته معروف ايش هو نعم حدد حدد على المستشفى حدد على المستشفى صرا صرا هد 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 هنا 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 في وحدات عند لا لا اوكي اوكي حلو 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 صرا هي كل الوحدات جايين كذاب ما لهم حق يجون ما سوى سوس لا 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 فيها بنك تنتن طيب وين بوليتو. وين نروح وين نروح حدد لي مكان روح لوس 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 نرجع مودي عند الساحر لا 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 ايه يمدي عشان ايش سويت فيني طيب. احنا كنا بنترقب طريقه اسمعني. حلوه اسمعني هذا سمعته قال شخص انا الان ركز معك انا ما ابغى يا اخي ما ابغى اسبب عداوه معه ابى صحيح وبقول له طلعنا بالطياره انا وابو زيد اختبرتنا نجحنا بالطيران ايش رايك طيب تدري شوف تدري ايش بيقول لك بيقول لي بيقول لك يلا اركب طر قد مره ثانيه بالله عليك ايه نعم فخلنا نقول طيب. انه طاح من الجبل وذا ونعيد التدريب بكره نعيد التدريب بكره اقسم بالله ما اعيده رب العزة اني ما اعيده انا اللي ما تدريها انت ان قبل لا اتوظف الضابط هذا طلق علي النار طلق برجلي وحقت ليومك هذا انا اعرج وانا مقهور منه وحقد عليه بما انه ما يبغى يرقي وبيني وبينه عداوه ان شاء الله ان انت كوزير والله العظيم انا خاف انه بيغدر فيني هو الان يعني يا اني اعدمه واني احنا بنعدم انا ما همني ابو زيد تبغى تنزل انزل انا خربانه مع خلاص بالطقاق انزلك والله معك انا معك والله اقسم بالله انزلك عادي عادي ابسط رقوبك والله ما اترك والله ما اترك طيب وين رايح الحين رايح فوق الجبل هذاك يا اعدمه واني امها بزق لا 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 واجحد امها صدقني بيرقينا صدقني بيرقينا واثق مش اللي يضمني ما عليك صدقني صدقني اهرب ابو زيد ابو زيد اهرب ابو زيد اهرب انا ما اعرف من هذا المنبر انا ابو وزير ترقي ولا لا احلف اوكي خلاص ابى اترك ولا ابغى انهيها بنقول انك طحت من الجبل انا اعدمك لا 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 اعدمه اعدام ايش الذنب اللي وراك انت في حياتك خلاص اتوقع عشاني ميت ما اقدر الظهر خلاص خلني يا ابو زيد خلني اروح يا ابو زيد انجو بحياتك انجو فنزا كني معهم انا كني جاي من الموضوع اوكي كني معهم يا وش السالفة يا شباب وش السالفة اسقاط طبي تو كلمشه اكد من حالة الشخص اللي داخل في شخص داخل لا يوجد احد وش السالفه يا شباب ما شاء الله بيتو عندك مسقط وتقول لي ايش السالفه بيتو مسقط بيتو طاح من فوق انا انعدمت ولا ما انعدمت صردان الهبوط عشان افهم يا عيال يا شنك انت قاعد تركب على السله ابو سويحل قاعد طالعني الان صح ها خلصت كيف يا خلاص ترقيه عطني اياها انا الان مثلي مثلك تمنت نائب وزير تعال يا اقسم بالله اني ما اخلي بخاطري قهر مبهور والله قهر بس عادي انفصلنا انا مبهور انت انا 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 اسوس الحين انا انعدمت
الا ما انا عدمناه. الاعدام شيء ثاني، لازم يخرجون الدوله. انا عدمته مو انت عدم. الا كلمت دراكولا قال لي يب عدمته. والله والله رسميا عدمته. يا ساتر. طيب الحين ما يرجع هو؟ لا طيب الحين كم نقعد الان هو ما يرجع. الان انت تصرف نفسك. لازم انا أبي انا ميت ميت. انا بلقى لك تسريبه. طيب اسمع، انا ابي الحين تسريبه. كيف تسريبه؟ طيب خليني افكر لك. دقيقه. لازم خطفنا. انا حطني ضدك. خطفنا. انا خطفتكم. مسكت طلعت السلاح تاب راس من؟ الوزير. طيب؟ بس السي اي او بيشيلون ضدك الان. حلو؟ اي ما فهمنا ما. طيب انا خطفتكم. فيكم؟ كنت اهدد زياد اني بذبح الوزير وسوي شيء. شفت السي اي او؟ يوم شفت السي اي او ذبحت الوزير. انت اطلقت على السي اي او من ورا ظهورهم. شافوك؟ لا ما شافوك؟ ما شافوك. قول جاء تدخل خارجي وطبوا يسعد تدخل خارجي واسقطت. انا مسكتوني ولا ادري ايش السالفه. انا مثلي انا حاولت اهرب لان عددهم كثير. ايه؟ وحاولت تدخل خارجي اعطهم لي. طيب يلا روح روح. زياد 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 تعال 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 ليه ما نلفق التهمة على السي اي اي سي سي اي او هم اثنين واحنا اثنين. نلفق فيهم التهمة. بس انت الحين ما ندري انت رايح ولا لا. ما ندري انت من عندهم ولا لا. ما لهم حق يعدموني. اذا بنلفقها خليفة ابو البنات مثل اذا هو بس واحد منه. صبر 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 اسمعني اسمعني اسمعني. لا دقيقة دقيقة دقيقة. الان 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 انا معدب ولا مو معدب؟ والله معدب. اللي قدامنا معدب. بدق على ابو سلاح بس. معدمين ولا ابو فايز؟ السلام عليكم. سلام يا صاحبي. ابو فايز انت على الهواء، انت مشغول ولا لا؟ تقريبا قاعد اسوي حاجتين احوال. ابي اسالك اسئله مو لعب، اسئله. اي طيب انت شفت بثي شطفت عليه شيء؟ تقريبا اي وصلت كذا ابو ساعدني. طيب اسمع، انا سويت شيء ابغى اسالك الان، ابيك تعلمنا كلنا لان ما ندري. يا ربي انا اعدمت نائب الوزير. اعدمت نائب الوزير ابو سويحل. اعدمته. كيف اعدمته؟ كانت بيني عداوات سابقه انا وياه. حلو. ايوه. ثم طلعت انا معاه برحله كلبشته وربته على راسه. فتحت الموضوع قلت له انا اعدمك وطلقت عليه براسه. حلو. اعدامي مره صحيح، انا كلنا ندري ان اعدامي صحيح. صحيح. وهو يدري ان اعدامي صحيح ومنصدم هو. لكن طيب. الان انا مت بعدها، كان معي زياد. تمام. انا مت بعدها، مت انا توفيت. مت من مين؟ من حقين السي اي او. جو من فوق كانوا يتبعونا، جو من فوق وطلقوا علي النار بعد ما اعدمته. طيب طحت انا على الارض. هل الان اعتبر انا معدم؟ لا. سلام عليك. الاعدام يكون له شرحه ويكون له حاجه طويله، يعني ما هو كذا سريع طلقه كل الناس يموتون يتعالجون عادي. طيب انا بالمستشفى الان، ما حد عندي. اهرب. والله ما ادري ابدا. يلا يلا مع السلامة. بسرعة اهرب يا احمد، اهرب يا احمد، اهرب تكفى يا احمد، اهرب. زبنوني 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 يا جماعة، زبنوني يا جماعة، يا جماعة يا اخوان تكفون زبنوني. سلام عليكم. زبنوني بركب معك. زبنوني 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 تكفون زبنوني تكفون. بس زبنوني بس زبنوني تكفون. بسرعه 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 ودوني اي مكان يرموني فيه. بسرعه اي مكان، اي مكان في العالم. تاكو اي مكان. لا اي مكان. حق ملابس، حق ملابس اليمين، حق ملابس اليمين. زين حدد اي مكان حق ملابس. بعد دين بعد دين بعد يمين 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 يمين. اقرب واحد اللي لا مو بسرعه. انت من انت؟ انا معي سلاح. اي والله معي سلاح. اطني اتكفى اطني اتكفى. اصبر اصبر. طيب اصبر اصبر بعطيك اياه. اصبر. وقف يا زلمه السياره. شقتي شقتي شقتي. روح شقتي روح شقتي. هويتي بدلتها. الحلنقي انا الحلنقي الحين. هذه مزروفة الهوية من زمان عندي. كيف يا زياد ركز معي. زياد ركز معي. انا بهربك. انا ادري وين رايح. رايح تدي الخروج من 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 ذا. غيرت ملابسي. طلق. حلو الان جاء العسكر بلاز. انا اشوف انك تزبنه.
بس انه يقوم هذا هو. شوف العسكر جاء. شوف 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 وينهم. اسمعني. السلام عليكم. انا اللي طالبه، انا اللي طالبه يا عيال، انا اللي طالبه. طيب الان انا اعدمت نائب الوزير، تمام؟ تمام. بعد ما اعدمته جو فريق سي اي او واطلقوا علي النار واسقطوني. CIA. تفضل. هل يعتبر اني معدم؟ اطلقوا عليك النار؟ نعم. وهل قراك المستشفى او انك تحللت؟ لا انا تحللت. دام السي اي اي اطلق عليك النار معناته انك تحذف الكاركتر. الله يعافيك. ايش معنى؟ شوف السي اي اي معناته انك شخص معدم. يعني السي اي اي اللي يطلقون عليه النار يصير معدم؟ دام انك انت اعدمت نائب الوزير وجاك السي اي اي واطلق عليك النار واسقطت وتحللت معناته انك شخص معدم ويفضل انك تسوي كاركتر جديد. شوف انا سالت كذا شخص بعد من الادمن قالوا لي عكس الكلام، قالوا لي اذا هم قالوا انك اعدمت ثم اطلقوا تعتبر معدم. ما بينونك انك لا اعدمت؟ لا هو بعد ما مت، انا اصلا بعد ما طحت ومت قام قالوا اعدمناه، بس انا اوريدي مت يعني. خلاص دام قال انه اعدمت كل اللي عليك الان تاخذ الكاركتر. لان انا الان سمعت الكلام من سوبفكس ودراكولا، صحيح؟ من 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 سوبفكس ومن دراكولا. ايش سمعت الكلام اللي منهم؟ سمعت انه لازم الاعدام مو بذي السرعه يكون. الاعدام فيه له اجراءات معينه، يعني اذا انت شخص الان بينك وبين واحد عداوات سابقا اوكي هنا تعدمه، لكن اذا جو ناس طلقوا عليك بعدين جو عندك وانت ميت قالوا انت معدم هذه مي بصح. هذا كلامهم، فانا ودي تتاكد منهم مره ثانيه وانا برجع اكلمهم الان. اي بس انا طالع الان برا السجن. تمام وصل لي الكلام. ايوه وكاركترك مستمر مع الاعدام. جميل جميل، يعطيك العافيه. حياك الله. موفق ابوي. ابشر اقسم بالله انك انطلعت انطلعت. دقيقة وش انا بطلع شوي بس اني متوتر مرة ابغى دقيقة. يس 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 الحمد لله رب الكامل اني احتريت احتريت. في لخبطة الان، في لخبطة صايرة مرة الموضوع لخبطة. لازم نفهم شوي ايش صار لنا وقت لاني مره مهيوس انا. اذا انت وصلت لهذا الجزء لازم تسمع الكلام اللي بقوله. بكره الساعه 8:30 راح اقلب الدنيا بالسيرفر عشان اطلع زياد. ايش اللي بيصير بتشوفونه بكره، صدقوني البث اللي بيجي ما بتفوت.